اليوم أولى مباريات دور النصف النهائي لتصفيات تمهيدية لأندية محافظة المهرة للدرجة الثالثة. اليوم كانت المباراة جمعت بين الشقيقين شباب صيحوت وفريق الساحل. الشوط الأول انتهى سلبيا بين الفريقين، على الرغم من كل الفريقين حصل على هجمات متبادلة وأيضا فرص سانحة للتهديف، ولكن أبى إلا أن تكون الشباك نظيفة بين الفريقين، وانتهت الوقت الأصلي من المباراة بتعادل الفريقين، ولذلك احتكم الفريقين إلى ضربات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ في نهاية هذه الضربات لصالح فريق شباب صيحوت الذي فاز بخمس أهداف مقابل ثلاث أهداف. نقول لفريق الشباب مبروك، ونقول هالدرك لفريق الساحل الرياضي. الحمد لله رب العالمين على الفوز، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، والمباراة كانت شوية فيها صعوبة بحكم ناديين من نفس المدينة يسمونه دربي صيحوت، والحمد لله ضربات الحظ كنا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ونقول هارد لك لنادي الساحل، ما قصرت وقدم مباراة طيبة، وهذا حال الكرة لازم فيها واحد فايز. البطولة صح قلة الاستعداد لأغلب الأندية، وتعرف أنت كانت البطولة قبل عيد عرفة وتوقفت، والفرق الأندية مش مستعدة، أغلب الأندية مش مستعدة، لأن كان البطولة قايمة قبل عيد عرفة وبعدين تأجلت وفي الأشعار آخر، يعني الموضوع كان رباك فيه شوي.